يعني الهدف سامي من يعني مقدمين المقترح بلا شك أخونا محمد الأحمد قدم من أجل الإسراع في موضوع يعني وقف هذا يعني الإقامة، سند إقامة السياحة وتحويلها بشكل مباشر إلى عمل. استخبرنا بعض المعلومات أن هناك يعني خطوات جدية راح تقوم فيها الحكومة ومبادرات إن شاء الله تصب في مصلحة العامة للبحرين. معالي الرئيس، ألغي ونسوي مرة ثانية. حبيت بس أوضح نقطة أن هناك مبادرات حسب ما سمعنا من الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكليف أحد الوزراء بالجلوس مع لجنة الخدمات واللجنة الدفاع والخارجية بمجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع تحديدا، وهناك توصية بأن تكون هناك يعني مبادرات لوقف هذا يعني هذا التحويل اللي يعني بلا شك أثر بشكل كبير على البحرين وعلى الوافدين على بشكل دخول الوافدين بهذا الشكل إلى مملكة البحرين.